السلام عليكم، شلونكم جميعا؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد، راح نعمل معاكم الرز بحليب طريقه سهله وراح تعجبكم. هون في البدايه راح نعرفكم على المكونات. معانا لترين من الحليب، كوب من الرز القصير، كوب من السكر، ظرفين من الفانيلا، 4 معالق كبار من النشا. هون اول شي بطنجره راح نحط بيها الرز، راح نضيف عليه مي. طبعا حطينا 3 أكواب من المي، هون راح نخليه يستوي، بعد نرجع نشوف شو صار قوامه. هون بعد ما استوى بهالشكل هذا استوى الرز، هون راح نضيف عليه السكر وراح نحركه. راح نضيف الحليب، وراح نحرك الحليب عشان ما يلزق معانا، نضل نحركه بهالشكل. هون السكر حسب الرغبة، يعني تحبوا تضيفون يعني للكوب ونص حسب ما انتم تحبون حالاتكم. هون راح نضيف الفانيلا ونحرك، راح نخليه لبين ما يغلي معانا وبعدها نرجع عشان نحط عليه النشا. هون بعد ما بلش يغلي معانا الحليب والرز راح نضيف عليه النشا. هون النشا ضفنا عليه 1/2 كوب من المي او الحليب حسب الرغبة وراح نضيفه. هون راح نحركه بسرعة، نحركه عشان ما يكتل معانا بالشكل هذا. هاي أطباقنا، أطباق الرز بحليب صارت جاهزة. هون زيناها، هون الزينة حسب ما تحبون انتو، زيناها بجوز الهند والقرفة. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقة وتجربونها، والف صحة وعافية عليكم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم.